بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برنامج كينيت أن يرضى إيوه هرمرك أمده وليال أمد أن يرى حيثته وأمد نول وي ودل نول ودد نول حوق يأود أن يرى حق ذلك أحاتي وحا أغو مهم سن وننك أن يرضى وحا ويكو غاشان تا أو غاشان كدك تا وإيمان كوي الإيمان وي إيمان كنا محله القلب قلبي وكيمارة إيا عربك إنو صامر إيا حبنه إنت صدوة من الإيمان حبنها هذا قفك حبنه سأيا إيمان كسلاقتا قلبي هذا إنو إيمان كبوح وحد كفه ميسا وحد كفه ميسا حبنها هذا إيا كفه ميسا صلاة ديباك تكون كرتا رونتا إيا شيئيسا صدق ذي باب حنيسة خيرك وأدرك بقيسة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات لكن إيمانك إن تقول قنته مي سهل أنت مي سما سهلنا ويسهل أنت قفك الله سبحانه وتعالى أسهل قفك الله أسهلنا وما سهلنا والله ليال هذي أذقوا ما أنت أتصعد مسافر بعطاه مثلا وده هيسا وده عن آه هيسا كل يا أياك تاعنت كدي بلغة ودة أي ودة أكل بحدي ودة بورة أو نجح بدن لسي مرايا أو مشقة بدن له أو قطح بدن له يودة كلو ودة جان دقة دقان دقة لكن وودة آد وحوي ويسرا أو وحوي أسهلا لأن عيادة أبحي أياك مغضة وودة وحوي جيدها قرء كهرين أيام ودة آد أسهلا وإيشانو أي قبانس meeshana waa buur iyo dhagaxaan iyo dib weyn keba raacaysa fi dunya tan buurta ay raacaysa nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri huffatu aljanna bilmakari wa huffatu annar bishahawat jannada waxaa lagu hareereeyay waxyaabaha nafta ay san jecelan naartana waxaa lagu hareereeyay وحيابها النفط أجع شال جنذو أدون كان إله سبحانه وتعالى وحنوكيني إنان كل يبانو لكن طريقة مرمر مسهلنا قفكو إله أسهلي وأسهلي إن ده هذا الله بلغو لي وحاران كفغو نبيك مسامين كفغو هؤلوان بلغو لي هعبين إسك إلالي ماندوريها إسك إلالي وحاصو لن إسك إلالي بالولية جندا بالمكاري وحيابها النفط إنسان جعلان أيال لغو هيري أما نارتو وحا نفط إجعش هيسا إنا كل إيسا نفطا جعل حارانتا إنا كل عديد نفطا جعل زنا إنا كل عديد نفطا جعل نفط وحيابها أي فرسان إيسا إنا كهر تكتوي مركا oo adigu aad ka hor imaado oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad adeecdo walaalayaal iimaanku wuxuu ku jiraa in aad naftaada u dhiibto oo aad u dhiibto Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkii in aad u dhiibto lubaaya nabiga sallallahu rabbi wasallam alayhi wuxuu leeyahay la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabb ilayhi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nas ajma'in متكين مر مينا إيمان دبقة إلى أن نقضه متكو كجع عليها نفتيسة يو إلمهيسة يو والد كيسة إيا تذكرن نذيق إنا بهر مريسة لباهية تانو حكا أهاتي من الإيمان أيكا أهاتي عمر رضي الله عنه ما لما المها كمد وحي رسول الله وان كجع لها يبغيري وحكستان كجع لها نفتي دمو يعني نبي وحول ولي ما ذن قارن عمر ماشي لقاربي وحول نفتي ذن كاج على الأهن ويرهد عنو وحوية إيمانك قلبك كجر القفك لن يرضع وسلاحه واستعماله حقيقة الإيمان وحوية إن أدهش معانك إيمانك معانك إيمانك إن أدهش نبي صلاة ربي والسلام عليه وحوليه ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان صدح خفك لجهرة وحو هنا يا معانك إيمانك
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إلهي رسول كيسئن كجعل يه وحق الصصهر. هذا هو الإيمان الحقيقي. إيمانك حقيقي وحوي إن أظهر مريص الله سبحانه وتعالى إيه رسولك أذكر مريص وحقسته أذكر مريص سهد حديث تحديث كان صوشي يعني أذكر محاد جعشها وحيابها أجعشها إيه وحسابي إلهي رسولك وإن أذكر مريص إلهي رسولك وإن أذكر مريص أو إلهي سبحانه وتعالى وحقس أذكر مريص وحما إلهي بقى أقول ربي رالي مكياه نبي صلى الله عليه وسلم عليه ما نبره تا هذه أتكنته وهذه قلبي هذا يكون انتهى. فهذا هو الإيمان. إيمان كوي معنوه إيمان كذو حب الحسما يواد هلسا مركة وحلا غشة يقول نبي صلى الله عليه وسلم عليه إناد أقبشه قلبي هذا مرن الدين أما أن شك جرينين أما حتى أن كجس جيسنا وحبات أو قادم إن إسلام مركة ويراد صدقت إلهي رنبو شيء النبي رنبو شيء آمنت بالله. هذا هو الإيمان الحقيقي. إيمانك حقيقي كسوي إن تكهر من سوى حقصته كا أي إيمانك قفك سيده معانك إيمانك هلا يا درجة كرفوي درجة ودرجة كره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما هبون مؤمن من لب أعمل الدقاء مؤمنات أما مؤمن إلهي سبحانه وتعالى هدو شيء حكمه أما إلهي هدو شيء شيءه أن يكون لهم الخيارة من أمرهم إن أيقول لهذان خيار إن لهذان choice إن لهذان أقف مكلوية إلهي بسانيري وآيات الدب ونقضى مسكح مية كنيسة عقلية سليم كآه آيات وحاو مية فسرسة مسكح لبا أفسرنا حديث صحيح ما قالوا شيء وحوليه حديث كهذا النبي يقول حكاه الله واجع زمن ك زمن كهرو كه الله أنا وهذا كه لنا. هذه مصيبة مصيبة سو حكينا إيمانك ضعف يا كل عيوي بل قتر ويأو تلك قار دينك صار كرتها الاستهزاء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قف كأنه كجس جاسه وحيا به النبي أولي من يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه إيمانك حوية قلبي إن لحوجيه والسلي بالله سبحانه وتعالى إيه رسول كيس أوامرته الله إيه وحنا قرأ رمضه. ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان من وصل شيئني إن إلهي رسول كيس وحقسك دعش أن يحب المرء لا يحبه إلا لله قفك إنه جعلاضه صاحب كيس أما ولالكي وسنأجعلان وحكله إلا لله إلهي درتيمو يعني وحكر هذا وجعلان ما أنت تدك وحبا بس وجعل هذا حولا بس وجعل هذا منصب بس وجعل هذا مصالح بس وجعل هذا هبل ماشى سنكر جينا يا إنه وحي قبتها بس وجعل هذا أذو تدك محاطك وجعل شاهي قفك إيمانك معانك سهل وحوية قفك دتك يسميين وقفك مركو جعلانا يا إلهي درتك وجعلانا يا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وسن أجعلان وحك إلهي درتمو يعني هذا كاسوا إيمانك حقيقي أهوي مصالحك لما جرته إسو قبيل بانه ما جرته قرابضين الحريري واساح لكن أذي قفك محاو حريري نساء إلهي درتي يا وحر النساء وحد وحر النساء وما أجع شيء إلهي درتي هذا قفك هذا قلبي ستائي قشو وقف إيمانك سوء الأبياء يوية إيمانك إلا برتو أباهية لمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي ما نت آخر قفك إنه رميه عقيدة يسوعين تبتهي العقيدة الصحيحة عقيدة إتهي صحيحة أو كسر سن إله سبحانه وتعالى كتاب كيسة يسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه تاس يا رب قلبي هذا إنه يبحثه قلبي هذا إنه الله سيسه يا رسول كيسة لوضع إنه كهر مرين كرتو إله سبحانه وتعالى يا رسول كيسة إنه كهر مرين كرتو وحكس
inaad ka hormarin karto naftaada iyo maalkaada iyo caruurtaada iyo waalidkaada iyo adduunka oo dhanba. Qofka bini'aadamkana ma ka jeclaanayso ilaahay dartii inaad u jeclaato. Mida saddexaad oo xalaawatul iimaan lagu helo waxaa weeye an yakraha an yacuuda fi lkufr kama yakrahu an yuqdafa fi nnaar. Qofka inuu karaahsado uu necbanaado inuu kufriga ku noqdo markuu ilaahay subxana wa tacala kasoo badbaadiyey kadib, sida uu u nacaayo in naarta lagu tuuro. Qofka kufriga inuu ilaahay ka maangalo, allahuma inii acuudu bika min alkufri waalfaqr, waa duco nebi maxamed uu ku ducaysan jiray, ilaah waxaan kaa maangalayaa kufriga iyo faqriga. Kufriga qofku nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaam ayaa ilaahay ka maangalay, aniga adiga inta joognaa, qalbiga inuu ilaahay noo sugo, tawfiiqda inuu ilaahay nawaafajiyo, khayrka inuu ilaahay nawaafajiyo ayaynu ku dadaalaynaa. Taana oo waxyaabaha iimaanka kor u qaado. Kufriga ilaahay ka magangalo, ilxaadka ilaahay ka magangalo. Ilaahay waxaa ka magangashaa xumaanta gaalnimada ee leedahay. Gaalnimo waa diin la'aan, gaalnimo waa qofka adduunka inuu ka hormariyo wax kastaba oo ilaahay uu ka hormariyo oo rasuulkiisa uu ka hormariyo, waxaasoo dhan ayaa gaalnimo ah. Gaalnimadan iska ilaalino walaalayaal, oo aan ka digtoonaano ilmaheena aan ka ilaalino, ubadkeena aan ka ilaalino. Cunugaada waa inaad egtaa, dhalinyaraa tahay, ilmaha beri dhalaysaa, yaad guursanaysaa, wax halqa dambe noo imaan doonto, mustaqbalkaada inaad ka fikirto, adiga inaad kufri ku dhicin oo islaamnimada aad adkaysato. Diinta islaamka keliya ayaa xaq ah. Inna diina cinda allahi alislaam, waa diinta ilaahay subxaanahu watacaala keliya uu og yahay, uu soo dejiyey waa islaamka. Waa diinu rabbilcaalamiina, iyo malaa'igtiisa iyo ambiyadiisa dhammaan waa islaamka. Allaa tacbuduu ila allah, in la caabuday alle subxaana wa tacala loo kariye cibaadada, keligiis la baryo, keligiis wax loo gowraco, keligiis alle subxaana wa tacala tala saarto. Ahaadaa huwa aliimaanu alxaqiiqi, iimaanka marka ninka dhallinyarada ah oo aan rabno inuu horumarka ka shaqeeyo, ninka dhallinyarada ah oo aan rabno dowladda inuu waxa weeye wax u qabto oo dalka wax u qabto oo dadka wax u qabto, waa ninka iimaankiisa qawi uu yahay, waa ninka iimaankiisa uu sugan yahay, waa ninka taqwada rabbi ay ku jirto oo xagga rabbi uu aaminsan yahay in loo noqon doono. Wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah, ka baqada maalin xagga rabbi loo noqon doono, maalintaa iimaankaada unbaa ku caawin doono. Yowma laa yanfacu maalun walaa banuun, maal walaa caruur kuma anfacayaan ilaa man ata allaha biqalbin saliim, qof alle subxaana wa tacaala u siiyey qalbi wanaagsan, qalbiga wanaagsanna waa kan iimaanka uu ku dhex jiro. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.